أنا لست ممن قال كان أبي، بل قلت للأكوان هانذا. So I just had my cup of coffee and I am ready to start and show you the experience and tell you all about it. It was something really great and I'm proud that I did it, and now I have the chance to share it on here. ذهبت إلى الداون تاون برفقة أحد زملائي الأمريكان. ذهبنا مع بعض وخذينا الأغراض وقلت له إن شاء الله راح نحصل متشردين، والحمد لله الحمد لله رحنا بارك معين وحصلنا مجموعة متشردين، بس ما كان مثل العادة وإحنا جايبين أغراض لثلاث أشخاص حصلناهم أربع أشخاص، ولحد ما خلصنا نسولف وكذا إلا نشوف الشخص الرابع رحل، فقلنا الحمد لله يلا هذول الثلاث أشخاص بروح نعطيهم. قبل ما نبدأ التصوير عندهم استأذناهم هل ممكن إحنا نصوركم؟ أنا ما وايد حبيت ولا كنت حاطة ببالي إني بستأذنهم، بس هو المفروض لأنه ما أبيهم يفكروا إحنا نسوي هالشي عشان تصوير ولا غيره، إحنا نسوي هالشي عشان إحنا حابين إن نسويه، بس إحنا نوثق هاللحظات ونحكي لكم ونوريكم، لأنه شخصياً ودي أوري الناس كيف إن الخير ممكن يكون في أبسط الأمور، والخير بسهولة ممكن نقدر نسويه. Alright, so we are finally here. We got our stuff back. Unfortunately, I ripped one of the three plastic bags that are full of stuff by mistake, so we had to move the stuff into another bag. But the good thing is that we found the perfect place and you can see them over here. How are you? Okay. How are you doing? Hi. My name is Hanan. Hanan? Yeah. And I'm an international student. Oh, it's Sunday, it's weekend, and I thought, like, I could look really happy. So, I've got you this, it's a small gift. Okay. I'm sorry it's in a plastic bag. Oh, no, that's fine. Yeah, and I hope you like it. So, what are you studying? I'm studying business. Oh, business and management? Yeah. I see that you're holding a book and reading something. I'm always reading. You're always reading? Yep. And what do you like to read? المهم هذيلا المشردين ام الهوملس وافقوا ان احنا نصورهم. لما عطيناهم اول شيء جذب انتباهي ان واحد منهم كان قاعد ويقرا معاه كتاب. أنا ما كنت ماخذة هالفكرة عنهم لسه بصراحة، كل ما أخذته أنهم ناس كسالة مو راضين يشتغلوا، ما عندهم سكن ولا شيء عشان قضايا مخدرات وإلى آخره. لكن لما شفته هذا تغيرت فكرتي، قلت هذيلا بشر مثلنا وهذيلا عندهم طموح وهذيلا حابين يتثقفوا. في ناس نعرفهم شخصيا كامل الصحة والعافية وفي بيوتهم معززين مكرمين، ويلا يلا يمسكوا كتاب في الشهر. رحت عند زميلة الثاني، أول ما شافني عرف أني مسلمة، فإيش أول شي قال؟ قال أنا ما مسلم لكن إلهي وإلهك واحد. I'll whichever language you speak God about, you know, he's still the same person. أنا ما تكلمت عن الإسلام ولا قلت أني مسلمة ولا صرحت بأي شيء، بس هو عرف أني مسلمة من المظهر، فقال لي إلهي وإلهك واحد وإحنا نؤمن بالله وما أعرف إيش. قلت له نعمة بالله، فالحمد لله إن إحنا ديننا دين إنسانية، دين يعطي الإنسانية والخير لكل شخص. God is God everywhere anywhere. بعدين رحنا عند الشخص الثالث. Actually from Indiana, been down here about 7 years, been homeless maybe 2 years. تعرفوا ايش قال؟ قال انا ما راح اخذ هالاشياء، انا ما احتاجهم، صح ان انا هوملس بس انا ما احتاجهم، راح اعطيهم لزميلي لان زميلي يحتاجهم. He'll appreciate it. Oh yeah, man. Yeah. Of course, man. You give blessings, you receive them. Yeah. God bless you guys. Have a great evening.
الصداقة اللي هي نادرة محصنة هالأيام. وإحنا نمشي خلاص خلصنا وزعنا الأشياء اللي إحنا جايبينهم وعطيناهم وكذا، اللي يجينا واحد ثاني هم لسه يقول لي أنا جوعان، فقلت له تعال معاي وحصلنا سبوي وراح واشترى ومستانس. بس أقولكم شيء، إنه وإحنا داخل وحنا نطلب أنا أبي يطلب اللي يبيه، إنسان جوعان ودينا يطلب اللي يبيه. هالإنسان يعني جد بجد قشعر جسمي لما قال لي كذا، قال لي أنا ما راح أخذ لحم، راح أخذ سندويش دجاج عشان يكون أرخص عليك. قلت لا لا، خذ اللي تبي، أنت وش خاطرك؟ خذ شيء أنت ما تأخذ دائما، خذ أغلى شيء. كان مستحي وكذا، فآخر شيء راح أخذ الحمد لله. جد بجد يعني يمكن تشوفوا هالشيء ما يسوى، بس أنا عندي وايد يسوى أشياء لما أشوف إن الإنسان رغم ظروفه يفكر بغيره، رغم إنه في أسوأ الحالات والظروف يفكر بغيره، ما يقدم نفسه لكن يقدم غيره. الزبدة إحنا كبشر مهما كانت أعمارنا، مهما كنا في أي مكان في العالم، كنا ذكور أو إناث، الخير يقدم بأبسط الأشياء بأبسط الأشياء. أنا هذه كانت تجربة، بس إن شاء الله راح تتكرر، وإن شاء الله راح يسمعوني ناس وراح يساعدوني عشان نعس الناس أكبر. والخير اللي إحنا نقدمه بإنسانية، أساساً إحنا ديننا دين إنسانية. الخير ممكن يكون ابتسامة، الخير ممكن يكون كلمة، الخير إنه في عالم التكنولوجيا ولأننا الحين في عالم السوشيال ميديا ممكن يكون بكومنت حلو، الخير بأبسط شيء. وبعدين صدقوني لما الإنسان يسوي خير ما ينقص منه شيء. إذا عجبكم الفيديو hit a like and subscribe. بل قلت للأكوان هانذا عزم وإصرار